يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي معدل يهدف إلى تجديد ولاية قوة اليونيفيل الدولية العاملة جنوبي لبنان، ويتطلب تبني مشروع قرار عن مجلس الأمن أن يحصل على 9 أصوات أو أكثر من أصل 15 صوتا، ما لن تستعمل أي دولة دائمة العضوية الفيتو لإسقاطه. تضمنت التعديلات الأخيرة بنودا طلبت الولايات المتحدة إضافتها على نص القرار، تهدف إلى إبلاغ مجلس الأمن باستمرار بكل العراقيل التي تواجه تحركات اليونيفيل خاصة على الخط الأزرق، إضافة إلى ضرورة إيضاح أسباب هذه العراقيل والأطراف المسؤولة عنها. كعادتها منذ ما يقارب 14 سنة تنطلق دوريات الكتيبة الإيطالية لمراقبة الحدود، تفعل ذلك عشرات المرات يوميا. هنا تشرح الملازم كيارا لازارا للجنود طبيعة مهمتهم اليوم، مهمة يومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على بعد خطوات من الجانب الآخر. اليوم ننفذ دورية راجلة للمراقبة والإبلاغ عن أي تحركات أو نشاطات على الخط الأزرق. 15,000 جندي هم عدد قوات الطوارئ الدولية منذ العام 2006 وفق نص القرار الدولي 1701، والذي بموجبه أيضا انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى على الحدود الجنوبية. مهمة قوات اليونيفيل أن ترعى تثبيت وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل. ليست لدينا أي علاقات مع الأحزاب، ولكن ما هو مؤكد من خلال النقاشات والتنسيق مع الجيش اللبناني عدم وجود رغبة بالتصعيد، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي. في أغسطس من كل عام يتم تجديد مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان. سنويا يتكرر المطلب الأمريكي بتوسيع مهام القبعات الزرق ورقعة انتشارها لتشمل الحدود الشرقية مع سوريا. من المرجح أن تذهب الأمم المتحدة إلى التمديد من دون أي تعديل. اللهم إذا لم تقم الإدارة الأمريكية باتخاذ قرار يعيد خلط الأمور. 150 اجتماعا ثلاثيا برعاية قوات الطوارئ جمعت لبنان وإسرائيل بعيدا عن الأعلام في مبنى داخل الحدود اللبنانية، مفاوضات عدة قادتها القيادة في موضوع النزاع على الحدود وفي ملف النفط والغاز. ويبقى ملف ترسيم الحدود البرية واحدا من أكثر الملفات تعقيدا بعد الأمني، أما الحدود البحرية فمفتوحة على كل الاحتمالات في ظل غياب أي مظلة دولية فاعلة. جويس الحشخوري، العربي، من رأس الناقورة، جنوب لبنان. ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. مرحبا بك نبيل، كيف تسير عملية التصويت حول تجديد ولاية قوة اليونيفيل الدولية العاملة جنوبي لبنان حتى الآن؟ ويعني هل ظهرت أي ملامح ربما خلافات حول مشروع القرار؟ نعم، التوقيت الرسمي لإصدار نتيجة التصويت هو بعد نحو 5 ساعات، ولكن علمت منذ قليل من مصادر دبلوماسية مطلعة على عملية التصويت أن القرار سيصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن. إذن حتى الآن المصادر تقول أن 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن، وهم كل أعضاء مجلس الأمن، صوتوا لصالح مشروع القرار الفرنسي، وبالتالي نتوقع أن يتم مساء اليوم التمديد الرسمي لقوة اليونيفيل الدولية العاملة في جنوب لبنان. الخلافات أو المشاورات وتعدد المواقف كانت سبقت هذه المرحلة خلال الأسابيع الأخيرة، شهر على الأقل مرت على فترة المشاورات. كانت الولايات المتحدة الدولة الرئيسية التي دفعت باتجاه إحداث تغييرات مهمة وغير مسبوقة في ولاية أو في نص مشروع القرار. الولاية لا تزال على حالها، ولكن الإجراءات المتعلقة بتقديم التقارير عن الوضع الميداني في جنوب لبنان وخصوصا على الخط الأزرق سوف تكون أكثر
تشددا وأكثر يعني متابعة بشكل يومي للواقع الميداني. وسيتم إطلاع مجلس الأمن على كل العراقيل التي تواجه قوات اليونيفيل على الأرض. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك فقرة مهمة وهي جديدة في القرار الذي سيصدر مساء اليوم، وهي مهلة 60 يوما أمام الأمين العام للأمم المتحدة لكي يقدم خطة مفصلة لكيفية تطبيق توصياته السابقة التي كان قدمها في حزيران يونيو إلى مجلس الأمن. من هذه التوصيات تعزيز قدرة اليونيفيل على مراقبة منطقة عملها وخصوصا الخط الأزرق. علمنا في مرحلة لاحقة أن من ضمن هذه القدرات استخدام طائرات الدرون المسيرة مثلا في المناطق التي لا تتمكن اليونيفيل من دخولها. هذه واحدة من التوصيات الأساسية. لم نسمع حتى الآن بشكل رسمي الرد اللبناني على هذه النقطة والرد الإسرائيلي على هذه النقطة. الأمم المتحدة لا تزال منخرطة في مشاورات مع لبنان ومع إسرائيل في شأن إمكانية استخدام قواتها لطائرات مسيرة في جنوب لبنان. أيضا هناك واحدة من التوصيات استخدام كاميرات رؤية ليلية ومناظير متطورة. هذه يعني تفاصيل تقنية ولكن سيتم إيضاحها خلال 60 يوما من تبني القرار. شكرا لك مراسلنا نبيل أبي صعب، كنت معنا من نيويورك. نتابع بعد الفاصل. ترامب يصف بايدن بمدمر العظمة الأمريكية، وبايدن يغير استراتيجية حملته الانتخابية.